السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تصفيات كأس العالم والكاف يرفض اعتماد ملاعب، يعني وين كاين ملاعب اللي غادي ما يكونوش واجدين، يعني وين اربع منتخبات من مجموعة يعني مصر، وكذلك وين المنتخب الوطني الجزائري وين المغرب وين رفض استقبال في مجموعة يعني المنتخبات التابعة لمجموعة المنتخب الوطني الجزائري، يعني حتى المغرب وين يرفض، وين أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن ملاعب المعتمدة لاستضافة مباريات كأس العالم، تصفيات كأس العالم، وأرسل الكاف كشف للصحفيين بالملعب الملاعب المعتمدة والدول التي لم تعتمد ملاعبها في التصفيات. وشهد الكشف اعتماد ملاعب مصر يعني وغينيا بيساو فقط من ملاعب المجموعة الأولى، ورفضت الكاف اعتماد ملعب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو وإثيوبيا. وإن أعلن الاتحاد كرة القدم الكاف عن الملاعب المعتمدة لتصفيات مباريات كأس العالم 2026، وأرسل الكاف كشف للصحفيين بملعب معتمد والدول التي لم تعتمد ملاعبها في التصفيات. وشهدت كشف يعني اعتماد ملاعب مصر، ملعب يعني مصر وغينيا بيساو فقط من الملاعب المجموعة الأولى، ورفض الكاف اعتماد ملعب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون من نفس المجموعة. وقد تتغير تلك الأوضاع بعد نهاية الجولة الأولى والثانية من تصفيات، إذ اكتملت يعني أشرطة يعني الكاف لاعتماد ملاعب الدول المرفوضة، وجاء الملعب مصر يعني المعتمد لاستضافة التصفيات كالتالي: استاد القاهرة، استاد الدفاع الجوي، استاد سلام، استاد برج العرب، استاد يعني سويس، استاد هيئة قناة سويس. وجاء جدول المباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2025 كالآتي: الجولة الأولى مصر جيبوتي 13 إلى 21 نوفمبر، الجولة الثانية سيراليون مصر من 13 إلى 21 نوفمبر. أيوا ألي روتور، هذه هي وين نقولوا بلي المنتخبات يعني وين كذلك وين المنتخب الوطني وين سيستقبل الصومال في أول جولة من التصفيات كأس العالم ل 2026. هذه هي خويا وين غادي تكون صحة وتكون على بالك تكون مليحة مع الصومال، يعني ندخلوا في الأجواء، يعني نربحوا الصومال وندخلوا في الأجواء إن شاء الله بربي. الصومال ما عليش نقولوا بلي ما نبقاوش نديروا لها حساب مباراة صعبة، ما كان لا صعبة لا والو. الصومال حنا المجموعة تاعنا كما قال محافظ الراجي، إلا ما فتناش دوزيام ما روحناش، إلا ما روحناش كوب دي موند غير نحبسوا كرة القدم وخلاص. هذه هي عيش، ما نقولوش بلي منتخبات صعبة علينا المجموعات كاع. شو قال لي تات ليست يعني كاع راهم يعني مرشحين باش يروحوا للكوب دي موند، كاع مرشحين ابار كاين مجموعة تاع مصر وبوركينا فاسو شوية صعيبة على مكان. ويستاهل المنتخب الوطني لكرة القدم تصفيات كأس العالم 2026 باستقبال الصومال في أول جولة وأوغندا في الجولة الأخيرة. وين أبلغت اللجنة المنافسات في الاتحاد الإفريقي للعبة كل من الاتحاديات التابعة لها بضرورة مراسلتها بتاريخ وتوقيت ومكان خوض أول مباراة قبل 8 سبتمبر حسب بيان الفار ليوم أربعاء. وحدد الاتحاد الإفريقي الموعد اللقاءات الأولى من التصفيات من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، يعني وإن شاء الله برنامج يعني برنامج اللي غادي هادي برومي ماتش غادي نلعبو مع الصومال. المهم ماهيش كيما يقول ماهيش ماشي صعيبة ولا ما نكذبوش على روحنا، ماهيش صعيبة، ماهيش صعيبة علينا،
يعني في المتناول، كي تبقى تشوف هذا الصوالع في المتناول. وأبرزت ذات مصادر أن رفقاء رياض محرز سيخوضون لقاء الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب أمام منتخب بوتسوانا خارج الديار بين تاريخ 17 و 25 مارس 2025 ليستقبلوا بعدها نظيرهم موزمبيقي في نفس الفترة. وفي الجولة السابعة سيستقبل أشبال الناخب يعني أشبال المنتخب الوطني الجزائري منتخب بوتسوانا بين فترة 1 و 9 سبتمبر 2025، ثم يتنقل بعدها لمواجهة غينيا في الجولة الثامنة، وسيخوض المنتخب الوطني في فترة 6 و 14 أكتوبر 2025 لقاء الجولة التاسعة ضد المنتخب الصومال خارج الديار، ليستقبل في لقاء الأخير المنتخب أوغندا. ويذكر أن نظام التأهل قد تم تغييره سابقا، حيث سيتأهل 9 منتخبات الأولى في مجموعاتها من القارة السمراء إلى مونديال بشكل مباشر، إضافة إلى منصب سيلعب على طريق الملحق الإفريقي الأسيوي. ومنحت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفاف وبقية الاتحادات القارية مهلة حتى 8 من شهر سبتمبر الداخل على أقصى تقدير للإعلان عن تفصيلاتها التواريخ والملعب ووقت انطلاق البطولة على أرضها، يعني من 1 مساء إلى 4 مساء إلى 8 مساء إلى 9 مساء بالتوقيت المحلي. شو عندهم الوحدة، يلعب لك على الوحدة، يلعب لك على الربعة، وعطيهم ربعة الأوقات يلعب كيما يبغي. شو كيفاش كان يقول لك دارونا مؤامرة، يلعب كيما يبغي. انت فين تلعبها على 9 تاع الليل، انت فينك تلعبها 9 تاع الليل، كي يجي لهنا في المشتى تلعبها 9 تاع الليل، وفين ما تساعدوش كي يلعب لك تلعب لها 9. هما ما يقولوش مؤامرة، وويل بالحمار تيسيبرو مش تمشي يديروا لي زافريكا يديروا كوفيرتات يقتلهم البرد. هو فين ما تساعدوش كي تلعب له 9، انت ما تساعدكش يلعب لك على الربعه ولا يلعب لك من الوحده، عنده الوحده الربعه 7 9، يعني من الوحده عنده يختار الوقت حتى الربعه، يختار الوقت يلعب على الوحده، يلعب على الزوج، يلعب على الثلاثه، على الربعه، وعنده من الربعه حتى للسبعه، يختار من الربعه 5 6 7، وعنده من 7 حتى 9، عنده 8 و 9. هذه هي اخويا، عاود ما بين لكم بلي راهي الناس أو كل واحد ويشوف مخروجه. هذه هي المهم، احنا الله ينجح. لا بديش نقول لكم ردوهم مولع. شوبير ولي تصادي، واه ولي تصادي، او داش راك تشوف لي تاع انا نقصرو ولا ولي تصادي هو اللي غادي يكون صح. ولي تصادي غادي يكون شكون داش يقول لك تشوف فيه موجه صح. شو بير شي بير راح على بالنا وشي بير هدرنا عليه صاحبي، او شي بير هدرنا عليه شي بير. احنا بنطالب نسيتو بلي بنطالب بدا اول حصه تدريبيه ولا بنطالب يبدا اول حصه تدريبيه خويا.
المهم رايا ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم خاوتي. صحيتو.